السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبناء وبنات الصف الأول الابتدائي. سنتناول اليوم درس من دروس اللغة العربية وهو بعنوان حرف الزي. عنوان درس اليوم يا أبنائي هو حرف الزي. زي ما احنا متعودين إن أي حرف بنتناول شرحه بنتناول قصة قصيرة عن الحرف، صور للحرف، أشكال الحرف الثلاثة في أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة، حركات الحرف الأربعة، الفتحة، الكسرة، الضمة، السكون، والحرف الممدود، مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. سنتناول الآن قصة قصيرة عن حرف الزي. نستمع معا إلى القصة. القصة تقول: يا أبنائي، أراد زاهر أن يروح عن نفسه، فطلب من أبيه أن يذهب إلى القرية ليزور أولاد عمه مرزوق، فقد زارهم عدة مرات، فهناك يلعب مع أولاد عمه ويستمتع بزينة الحقول ويعود سعيد. القصة مرة أخرى: أراد زاهر أن يروح عن نفسه، فطلب من أبيه أن يذهب إلى القرية ليزور أولاد عمه مرزوق، فقد زارهم عدة مرات، فهناك يلعب مع أولاد عمه ويستمتع بزينة الحقول ويعود سعيد. القصة اللي قرأناها تتحدث عن ولد اسمه زاهر. زاهر أراد أن يروح عن نفسه، أي يخرج أو أن يذهب إلى نزهة أو إلى فسحة، فطلب من أبيه أن يذهب إلى القرية ليزور أولاد عمه مرزوق. فطلب من أبيه اللي هو يذهب إلى القرية لكي يزور أولاد عمه مرزوق، فقد زارهم عدة مرات، زارهم كتير، فهناك في القرية بيلعب مع أولاد عمه ويستمتع بزينة الحقول ويعود سعيد. هقرأ القصة مرة أخرى لكي نستخرج الكلمات التي تشتمل على حرف الزي. أراد زاهر أن يروح عن نفسه، فطلب من أبيه أن يذهب إلى القرية ليزور أولاد عمه مرزوق، فقد زارهم عدة مرات، فهناك يلعب مع أولاد عمه ويستمتع بزينة الحقول ويعود سعيد. هنلاحظ الكلمات التي تشتمل عن حرف الزي. كلمة زاهر تشتمل على حرف الزي، كلمة ليزور تشتمل على حرف الزي، كلمة مرزوق تشتمل على حرف الزي، كلمة زارهم تشتمل على حرف الزي، كلمة زينة تشتمل على حرف الزي. كل هذه الكلمات تشتمل على حرف الزي. ننتقل الآن إلى جزء جديد وهو بعنوان صور لحرف الزي. قدامنا يا أبنائي مجموعة من الصور وكل صورة تشتمل على حرف الزي. الصورة الأولى يا أبنائي دي صورة إيه؟ ممتاز اللي قال لي يا مستر دي صورة موز. كلمة موز تشتمل على حرف الزي، وزي ما احنا ملاحظين كده إن حرف الزي في الحرف الأخير من الكلمة. طب بعد صورة موز صورة ايه يا ابنائي؟ مين اللي عارف؟ ممتاز، صورة زجاجة. صورة زجاجة هنلاحظ ان كلمة زجاجة تشتمل على حرف الزي، وحرف الزي في اول الكلمة. طب بعد صورة الزجاجة يا ابنائي صورة ايه؟ ممتاز، صورة غزالة. كلمة غزالة تشتمل على حرف الزي، وحرف الزي في وسط الكلمة. طب بعد الغزالة صورة ايه؟ صورة زيتون. تمام، كلمة زيتون تشتمل على حرف الزي، وحرف الزي في أول الكلمة. طب الصورة الأخيرة صورة إيه؟ صورة زرافة. ممتاز اللي قال لي زرافة يا مستر. كلمة زرافة تشتمل على حرف الزي، وحرف الزي في أول الكلمة. مرة أخرى صور حرف الزي. الصورة الأولى صورة موز. كلمة موز تشتمل على حرف الزي، وحرف الزي في آخر الكلمة. بعد موز صورة زجاجة. كلمة زجاجة تشتمل على حرف الزي، وحرف الزي في أول الكلمة. بعد صورة زجاجة صورة غزالة. كلمة غزالة تشتمل على حرف الزي، وحرف الزي في وسط الكلمة. بعد صورة غزالة صورة زيتون. كلمة زيتون تشتمل على حرف الزي، وحرف الزي في أول الكلمة. بعد صورة زيتون صورة زرافة. كلمة زرافة تشتمل على حرف الزي، وحرف الزي في أول الكلمة. ننتقل الآن إلى جزء جديد وهو بعنوان حركات حرف الزي. زي ما احنا متعودين يا أبنائي: زي فتحة، زي كسرة، زي ضمة، زي سكون. مرة أخرى: زي فتحة، زي كسرة، زي ضمة، زي سكون. زي فتحة زي، زي فتحة زي،
زي كسرة زي، زي كسرة زي، زي ضمة زو، زي ضمة زو، زي سكون ز، زي سكون ز. مرة أخرى حركات حرف الزي: زي فتحة ز، زي فتحة ز، زي كسرة زي، زي كسرة زي، زي ضمة زو، زي ضمة زو، زي سكون ز، زي سكون ز، زي فتحة ز. كلمة زيتون، كلمة زيتون، زي فتحة ز، زيتون. هنلاحظ إن كلمة زيتون تبدأ بحرف الزي، وحرف الزي عليه فتحة، ونلاحظ سورة الزيتون تحت الفتحة أو تحت الكلمة. زي كسرة زي، زي كسرة زي، مثل كلمة زينة، كلمة زينة. نلاحظ إن كلمة زينة تبدأ بحرف الزي، وحرف الزي تحته كسرة، وسورة الزينة تحت الكلمة. زي ضم زو، زي ضم زو، مثل كلمة زجاجة، كلمة زجاجة. هنلاحظ إن كلمة زجاجة تبدأ بحرف الزي، وحرف الزي عليه ضمة، والسورة تحت الكلمة. زي سكون زق، زي سكون زق، مثل كلمة مزرعة، مثل كلمة مزرعة. نلاحظ يا أبناء إن كلمة مزرعة وسطها حرف الزي، وحرف الزي عليه سكون. مرة أخرى حركات حرف الزي: زي فتحة ز، زيتون، زي كسرة زي، زينة، زي ضم زو، زجاجة، زي سكون ز، مزرعة. سننتقل الآن إلى جزء جديد، وهو بعنوان أشكال حرف الزي. لا، حرف الزي ثلاثة أشكال: الشكل الأول الزي في أول الكلمة، الشكل الثاني الزي في وسط الكلمة، الشكل الثالث والأخير الزي في آخر الكلمة. الزي في أول الكلمة مثل كلمة زهور، مثل كلمة زهور. هنلاحظ إن كلمة زهور تبدأ بحرف الزي. الشكل الثاني الزي في وسط الكلمة مثل كلمة غزالة، كلمة غزالة. هنلاحظ إن كلمة غزالة وسطها حرف الزي. الشكل الثالث والأخير الزي في آخر الكلمة مثل كلمة موز، مثل كلمة موز. هنلاحظ إن كلمة موز تشتمل على حرف الزي، وحرف الزي في آخر الكلمة. مرة أخرى أشكال حرف الزي: الشكل الأول الزي في أول الكلمة مثل كلمة زهور، الشكل الثاني الزي في وسط الكلمة مثل كلمة غزالة، الشكل الثالث والأخير الزي في آخر الكلمة مثل كلمة موز. سننتقل الآن إلى آخر جزء من حرف الزي، وهو حرف الزي الممدودة. حرف الزي الممدودة يا أبناء زي ما احنا متعودين حروف المد ثلاثة: مد بالألف وما قبله فتحة، مد بالواو وما قبله ضمة، مد بالياء وما قبله كسرة. مد بالألف وما قبله فتحة مثل كلمة غزال، مثل كلمة غزال. هنلاحظ إن كلمة غزال بها مد بالألف، وما قبلها الحرف الممدود اللي هو حرف الزي عليه فتحة. مد بالواو وما قبله ضمة مثل كلمة تزور، بنت بتزور صاحبها، كلمة تزور. كلمة تزور بها مد بالواو وما قبلها الحرف الممدود اللي هو حرف الزي عليه ضمة. مد بالياء وما قبله كسرة مثل كلمة زيزي، بنت اسمها زيزي. هنلاحظ ان اسم زيزي به مد بالياء وما قبله الحرف الممدود تحته كسرة. مرة اخرى حرف الزي الممدودة: يتحدث هذا الجزء عن حروف المد الثلاثة: مد بالالف وما قبله فتحة مثل كلمة غزال، مد بالواو وما قبله ضمة مثل كلمة تزور، مد بالياء وما قبله كسرة مثل كلمة زيزي. هكذا انتهينا من درس حرف الزي، ولنا لقاء جديد مع درس جديد من دروس اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.